بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أهلنا إلى مراتب عليا في تبليغنا رسالاتك يا كريم يا عظيم، واجعل لنا قدوة رسلك الكرام وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، اجعلهم أسوة حسنة يا كريم، نفقه ما جاءوا به من استقامة وأمانة وتأدية الرسالة على أحسن وتأدية. آمين يا رب يا كريم. فلما رأوه عارضا أي بعد مدة، رأوا أصحاب شيء تجاه المكان ده يعني إحقاق، وجاء فوق واد، واحنا بالمناسبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأتي الساعة إلا أن ترجع أرض العرب، وهم كرب الآن مروج ووديان. يعني هذا متفق مع تاريخ وجه الأرض، سطح الأرض، من وديان تصبح على بعض الكبار كما كانت مكة في أرض بني النضر، وما أدراك من مكة، حيث بيت الله المعمور، وكذلك بشمال مكة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. بقدومه المبارك تحول اسمها من كذا إلى مدينة الرسول الهدى، نسأل الله السلامة عليه الصلاة والسلام. يقول ربي: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قبالة وفوق أوديتهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا. شوف الجهل بتاعهم كيف يتمظهرون، كيف يتجسد. قالوا: هذاك الجاي من المال، يعني حقنا له من سنوات، كما كلاب تواسل في الساد، إن شاء الله ربي يهدي البعض منهم. ولا كان متبع ما يقولونه ويبلغونه من حقائق القرآن، حقائق كفرها وعمل بها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ما هم ببالهم من أكبر العلماء، هاو جاي لا يجيب لنا عكس ما قلت لنا، أنت من عدد تنبغ فينا وقت إنذارك يشيء أو يشهد بأنك جاهل لا حق لك بالكلام معنا، نحن على حق، نحن آلهات الحقيقة، وربك الذي دعيتها أن بعثك سبحانه وتعالى ليس برب، بل ولو كان رب أعلم حاجة إلى هؤلاء الآلة، هذه الآلة بس تشفع لنا عند الموت. وأنا كان سألتهم من خلق قلت الرحمن الله، إذن هم عندهم ملك حقيقة حسب دعوام هي حقيقة، ولكن ولا هم يسعدون باش تقول لهم أنتم كفار، لأنه كان أنا كافر سنيني ما أتعمد على شرك لله اللي يتزلفوا لينا ويشقوا فينا عند المولى. دونك هنا كيف كما تقول انت، رخوا بالرسول الكرام عليه السلام، شفتوا انه اسكيب فرنسيو فاتال، والعمليه هذيك هي مزيدهم الايمان ويزيدهم اصرار على عدوانهم في حق الرحمن اللي واحد ليس كمثله شيء، ولا يقبل الشرك باي موضوع كان، نسال الله السلامه.